عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير دادح. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم الحريرة. شكون ما يعرفش الحريرة؟ الناس كاملة تعرف طيب الحريرة، بصح كل واحد والطريقة تاعو. أنا الطريقة تاعي فريمون سهلة سهلة بزاف، أي مبتدئة تقدر ديرها يعني. وبالمناسبة يعني نقول كل أم عندها بنوتة في الدار، صحاب 14 سنة 15 16، نسيو ندخلوا بناتنا الكوزينة بكري، نعلموهم هاد الحاجات الساهلين، شطحة بطاطا حريرة، هادو تاني كل الحاجات الخفاف هادو باش يولفوا الطياب، وغدوة كي يكبروا ما يتغبنوش وما يغبنوكمش تانيك معاهم. خطاش باسكو اني روماركيت يعني الأغلبية، مانيش يعني مانيش جينيراليزي، من الأغلبية البنات مساكن يقراو، اون فوا يلحقوا يكملوا قرايتهم يجيهم توت سويت مكتوبهم، يلقاو روحهم حاصلين وفي عود يستغلوا حياتهم والحياة الزوجية ديالهم، يقعدوا يجروا مور لي غوسات. وعلى بالكم باللي الطياب ماهوش نظري، الطياب تطبيقي. المهم ما كترش عليكم في الهضره، نولوا الوصفه تاعنا. انا واش نسحق؟ نسحق البولي، الدجاج، صدر. انا هنا عندي صدر، بصح نتوما درتو انا بالجناح ونطيبها يسمى الجناح باسكو هذا الدجاج ومن بعد يتفتت. وشنو عندي تاني؟ كربطه حشيش كومبلي، نسحقها كومبلي ربطه تاع الحشيش ديالي. نسحق حبه بصل كبيره، شويه تاع الثوم، نسحق زروديه. عباكم وصفه تاع الحريره، الزروديه هي اللي تجي فيها اكثر. كيما انا هنايا عامليك عندي 5 حبات كبار تاع زروديه، عندي حبه تاع لفت، هي نورمالمون ندير لا مواتي، دوك انا ندير نص، راني نسيت برك نقسمها، نص حبه لفت ونص حبه قرعه، باسكو لو كان نديرو حبه لو كو ديالها يتبدل. الوغ نسحقو نص حبه قرعه ونص حبه لفت، ونسحقو طوماطيش تاع الحبه. انا عندي حبه كبيره وزوج هامليك، وحده صغيره وحده مويان، نورمالمون زوج كبار. التوابل نسحقو فلفل عكري، الملح، شويه كزبر، فلفل الكحل، كركم، وشويه كمون. يفو با تبين ريحه الكمون، مي شويه يعني مع الخليط هكذا ما تبانش. ونسحقو تشيشه سبيسيال تاع الحريره اللي يشروها ناس الغرب، وراهي اللي متوفره عندنا لهنا، راني وباك نوريها لكم. انا واش ندير دوك؟ نقي الخضره ديالي نقسمها، باسكو نقسمها كبير كبير، يسمى عشوائيا، ما نسكر في جوالو، ما يعني كلش نقطعوه كبير كبير، ونعاود نولي لكم باش نديرو طريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها نديرو شويه زيت، قيس زوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزيت هكذا. وبعد نحطو الدجاج تاعنا ونحطو معاه البصل اللي قطعته عشوائيا، هاذي كبير كبير هكذا. الثوم كيف كيف نقطعو الحبة على زوج، هكذا. نخلي شوية الدجاج مع البصل والثوم يتقلى، ماشي حاجة، نقلى شوية ونعاودو نولو. كي تقلى البصل ديالنا شوية، واش ندير؟ أنا نحط هنا لي زيبيس كاملة، هكذا، ومن بعد نحط تانيك الخضرة تاعي اللي قطعتها هكذا. نسيت هذه ما قطعتهاش، هكذا. ونخلو القدر الخضره ديالنا تتقلى مع هذيك الطوماطيش، يسمى نخلو الكل يتقلى في الماء تاع الطوماطيش، يسمى نقصو من النار ونخلو كلش يتقلى على نار قليله. ميم الحشيش هاوليك اللي قطعتو، هاوليك باش يطلق البنه ديالو. عبالكم هذه التقليه الاولانيه هي الصح، باش كلش البنه كامله تدخل في الدجاج وتجينا المريقه تاعنا بنينه. دوك على بالكم الطوماطيش تطلق كامله الماء تاعها، ونخلو الكل يتقلى ونعاودو نولو ان شاء الله. هنايا كي نشوفو الخضره ديالنا تقلات مليح في هذاك الماء تاع الطوماطيش، واش نديرو هنايا؟ نمرقو توجور دو كوتي، هكذا
مرقوها مليح. هنا نقدروا نزيدوا النار عليها بيان سور، ونغلقوا لا كوكوت. نغلق لا كوكوت تاعي انايا قسمه طيب الخضره برك، هذا مكان طيب الخضره يطيب الدجاج، نحي الدجاج ونرحي الخضره تفاصيل كي طيب لي نعاود نولي معكم. هنا كي نشوفوا الخضره ديالنا والدجاج ها هو ليك، نحو البولي تاعنا نحطوه تكوتي، ونرحو الخضره ديالنا بالبغا ميكسر. ها ولي كرحت الخضره ديالي، شوفوا القوام ديالها كيفاش جا. انا بالنسبه ليا هكذا راهو ليك ثقيله، المرقه تاعي راهي ثقيله، انا ما نحبهاش هكذا. انا راح نزيد لها الماء مغلي حتى تحصل على القوام اللي نحوس عليه. والناس اللي تحب الحريره تاعهم تجي يسمى خاطره ما كاش مشكل. ها هو ليك نزيد شويه فوالا، ذوقوها بيان سيغ على الملح ولا مخصوص ولا مخصوصه ملحكو تزيدوا لها. انا واش ندير هنايا، هي هاي اللي تبدا تغلي، وانا هنا نستعمل تشيشه لي سبيسيال الحريره. ها هي ليك، هي مرمز ملحي. ها هو ليك هنايا كيفاش نكيلو، نكيلو على حساب القوام، باسكو هاد التشيشه تخطر لنا المرقه تاعنا، تعطيها بنه طبعا وتزيد تخطرها. انا هنايا راهي ليك مويان، واش ندير، ندير مغرفه كبيره هكذا تاع التشيشه. هذه راهي مخصصه معروفين بها ناس الغرب. على كل حال واش ندير، نخليها تغلي مده 4 ساعه ونطفي عليها. انا واش ندير مع الاخر، ندير شويه نعناع يابس يعطيها واحد النكهه، واش نقول لكم ما شاء الله نكهه بزاف شابه. واللي عندها النعناع خضر دير النعناع الخضر. انا هكذايا هاهو ليك فوالا، نخليها تغلي 4 ساعه ونزيد لها شويه نعناع مع الاخر، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. ليك الحريره ديالنا واجده، شهيتكم بالصحه. انا خليت شويه حشيش درته مع الاخر، الدجاج ديالي فتته ودرته وقدمتها مع الكسره الخساس. ها هي ليك شوفوا كيفاش تجي لا كونسيستانس تاعها. ها هي ليك تجي ما خاطره ما اسمها ما جاريه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، والله غير صدقوني جات بنينه، الريحه ديالها راهي دايره حاله في الدار. نتمنى ان هذه الوصفه عجبتكم والطريقه تاعي بلوتو عجبتكم، ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يلحقكم جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.